بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نختم كلامنا عن مجمع نطيا المسكوني الأول. احنا قلنا المجمع طلع 20 قانون. تاني طلع كام قانون؟ 20. لكن إيه حكاية الـ 84 قانون؟ أي حد هيكلمك عن أكتر من 20 قانون عن مجمع نطيا، اعرف إنه بيتكلم عن قوانين مجمع نطيا المزورة. دي ليها حكاية. أول ما ظهرت القوانين دي ظهرت في مجمع كورتاجانا، كان سنة 418، كان فيه القديس أغسطينوس وجي وفد من روما وكان عايز يقرأ رسالة أسقف روما، ولما قرأ رسالة أسقف روما لقى فيها كلام الآباء قالوا إحنا كلام منسوب لمجمع نقيا، قوانين مجمع نقيا. الآباء قالوا إحنا عارفين ان قوانين مجمع نقيا ما فيهاش الكلام ده، جبتوا الكلام ده منين؟ فالاباء طلبوا في المجمع دوت هاتوا لنا نسخ قوانين مجمع نقيا من اسكندريه، من قسطنطينيه، من كورتاجانا عشان نقارن، لان الكلام اللي بنسمعه ده غريب عن قوانين مجمع نقيا. القوانين الزياده المزوره لمجمع نقيا مثلا يعني قانون 33 وال 44 بيتكلموا عن ان اسقف روما له السياده او الرئاسه على بقيه اساقفه الكنائس، وكرسي روما له الرئاسه على بقيه الكراسي الرسوليه. فالاباء لما قارنوا الكلام اللي في رساله اسقف روما على نسخ قوانين مجمع نقيا قالوا الكلام ده مش موجود في قوانين مجمع نقيا الاصليه. امال طلع ازاي؟ طلع في مجمع اسمه سرديكا بعد مجمع نقيا ب 22 سنة، ده كان مجمع مكاني كده، وحطوا فيه القوانين دي، ومع الوقت نسبت زورا إلى نقيا، لكن مجمع نقيا طلع 20 قانون فقط، الـ 84 دولت ينسبوا لمجمع مكاني ونسبوا زورا إلى مجمع